هذا المن أنك تأتي لمن أعطيته، الذي أعطيته تفسد هذه الصلاة وتقول له أعطيتك وفعلت لك وكذا، لا على سبيل التذكير وإنما على سبيل ما هذا يرجع إلى نيتك، لأن أحيانا ألم أعطك ألم أعافك ألم كذا، هذا على سبيل تذكير فقط. يعني أنا أعطيتك ليش تقلب علي مثلا، ليش تكلم علي، أنا أحسنت إليك لماذا تسيء، من هذا الباب ما في بأس على النية. لكن إذا قالها على سبيل المن وين ما راح، تذكر ما تصدق عليك، تذكر ما تجيني ملاقي تاكل، هذا لا، هذا هو المن الذي يعني يحرم هنا. لا سواء لا ولا عند الناس يمن بهذا، يعني يفتخر والعياذ بالله هنا.